درسي الفقه المنهجي درسي 203. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين آمين. اللهم ربنا علمنا كما علمت آدم وإبراهيم وفهمنا كما فهمت سليمان. ربي أعن ويسر وبارك فيه ولا تعسر ولا حول ولا قوة إلا بك. آمين. أما بعد، بيامتي إخوي تبارك وتعالى تحقيقك من قردوا لسر موضوع طلاق رواك أزانين مسألة طلاق أولا مسألة زور 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 حساس ومهم ودقيقة وفرخة ترناكي جا شكو بس تجي هزبة مربوطة بمسألة أرحال فروج إصطلاحي فقهي وعرض وعبرو إنسان و زندگی زناشویی و جنی لسرپیای حرال اوی یا حرام اوید هل سرمه زم آوری قولی زنان من کردو جهد و تلاش من خستو تکر که موضوعان که جمع جور که نو بحثی که مردن مسائلی طلاق خوی من هنوز تفاصیلی بابی طلاق من نو تو بوتن فقط دو موضوع لیرا اگر خواهی گره توفیقی دن دو موضوع خلافی که لتاریخ اسلام برحال لسری بحثی زور بو و امرویش بپی انتشار و نشر کتبی فارغ لتقید به مذاهبی اربعان و کتبی امام ابن تیمیه برحمت به شاگردی پایبرزی ابن القیم جوزی که شاگردی ابن تیمیه است و کسانی که متأثرن به افکار ابن تیمیه و روها قبل از اویج کتبکان ابن حزم برحمت به و من معاصرین شاخ و خلکانی که زور کتبینی تأثير يعني قرتوا بآراء ابن تيمية برحمة بيته إمام ابن القيم رحمهم الله وكو سلفيتي معاصر وغيره نهاية جوانان ومناطقي إميش كمناطقي مذهبي شافعية يا حنفية يا غيره خلقاني كم كتبانا كوتو تدسيانو أي خوينو اشتكان بينن خوزاناي غيرك شارزاي غيرك وكو خودي ابن القيم فرمي رحمه الله كم كس هيك كتب بخوينتو بتواني نقديبكا يعني أفرادي كمان كأكتب وقت أخوينته نقديك برسيك تحليلك بيجي أمن ردة أمن صحيحة أمينة الشعر زيقرك وأفرادي كمان أكتبانا أخوين رتو نتيجة كابراء بيني مثلا بيني منطقيك مسابي شافعي السر هل دا يجيك دحفة مثلا أو طلاقي بدعينا كيبي مثلا يا طلاقي ثلاثة مثلا يك طلاقة كيبي أم دو موضوعات عيبتان كدو موضوعي خلافي نقصي عن السر هس يعني برحالبونة خلافي قصيان لسرز خواهي قورة إن شاء الله توفيق من بدا وعنواني عملكي صالح لماني قبولك وتوفيقي خير من با قسم بحثي كم أول مبحثي طلاقي بدعي قولي طلاق اللغة برحال وكو زانان أفرمون يعني باز كردني قريه خودي عقد عقد يعني بستن جن عقدي زواج نوع بستن ارتباطي حاصل بيني امجنو بياو يسبا صيغه كي تربا رجاه كي تركبي وتري طلاق راها كردن وبرداني او اقدسه ليك جابونو لا لا زنان اسلاما تقريبا اتفاق نظري لسرهز وكو علماء فرمون الفقهاء متفقون على ان الطلاق تعتريه الاحكام الخمسه بحسب الظروف والاحوال فقهاء اتفاق نظري انس كي طلاق احكامي خمسه تبملا برحسب الظروف وأحوال يعني حالتي كس كطلاق حرامة حالتي كس طلاق ممكن واجب دي حالتي كس مستحبة حالتي كس مكروهة وجواز بس أحكامي خمسة بمليا إذا يكي لو إنانيك بحث يكري طلاقي حرامة طلاقي حرام كي طلاقي حرام للايزانيانا كلن خلاصة بحثي كي دو جنب بوي مطرحة يك طلاق برحسب زماني خستني طلاق وإيقاعي طلاق دو برحسب نوعي عددي طلاقتك كابراء إخا يعني لتواني بجوري كتر برحسب حال وضعي جنك دو برحسب عددي طلاقك وهر إنساني كيش كجنك آزادي بيسي طلاقي هس إسي برحسب الزمان
طلاق ما نس حرام طلاق ما نس حلال ما بحثي فعلا أماكي يعني برحس بحال وضعي جن أجر أو جنة لحيني حيزابت طلاق دايني ألو كاتب باتفاق زانانشي حرام طلاق دانكي حرام في وتري طلاقي بدعي إما طلاق ما نس طلاقي بدعي طلاقي سني طلاقي بدعي يكي كان وسكا جن لحيني حيزا يا لتهريكا أو إنسانة أو شوارتك يا عميزشي كردبي أو في جن طلاقي بدعي حرام بس أمن لم جهتي لجهتي حال وضعي جن يا وقتي كوا أو طلاقة كابرات أي خات مثلا هل كتبي كفاية الأخيار كمثل إمام الشافعية أفهمين لم يزل العلماء قديما وحديثا يصفون الطلاق بالسنة والبدعة بالدوام علماء طلاق يعني تيو سنة وبدعة ولمغني محتاجة جلد شوال لأبري 526 تا 527 أفهمين ويحرم الطلاق البدعي طلاق بدعي حرام ومنه طلاق من شخص في حيز ممسوسة أي موتوءة ولو في الدبر ومثلها من استدخلت ماءه المحترم بالإجماع كما نقله الماوردي مثلا طلاق بدعي وكوشي طلاق كسيك وجنك ولحيزة جنك بلامشي به دخل بها جنك بك جن نبك ممسوسة نبيت اصطلاحا وكو قرآن فرمي من قبل أن تمسوهن أو بدعي سني بمترحني وكو علماء فرمون إنسان من الكتاب ابن حجر بطان نقلها من فتح الباري مجلدي أنه لا فري شوارسد سيئة فرمي وقد قسم الفقهاء الطلاق إلى سني وبدعي وإلى قسم ثالث لا وصف له سني وبدعي ما نزو قسمك سني وبدعي بمترحني ككامسة سني وبدعي بمترحني مثلا جنيك و منال بها مزنا قيت بها عادتي ما يعني يا مثلا جنيك و قيبة يا إسقي يا جنك وحامل به أنا طلاقي سني بدعي بمترحني خب الآن طلاقي بدعي شيء سكي إمامي الشربيني نقل كل مغني محتاجة بالإجماع أما شيء أما حرام أما طلاق يعني طلاقي جنك وحيزة جنك وقبلا أعميزشي تكاكر دو أما بدعي وحرام اختلافك لسر شيء هز دعي بحسي كان لسر ما سيسا أم طلاق واقع بها نابت يعني مثلا في اول حين حيزا طلاقي جنك اذا واقع بي انا ببحثي واقع ان شاء الله ابن تيميه جفر من رحمتي اخوي لي بيب فاما الطلاق المحرم وكو سبجي ان يطلقها في الحيض او يطلقها بعد ان يطأها وقبل ان يبين حملها فهذا الطلاق محرم باتفاق العلماء طلاقي حرام وكو كابرا طلاقي بالكات حيزا يا لكاتي تهران زي كده كده بيه برلا أو حامل جي مشخص بيه أو جنة أما باتفاقي ولا ما حرام نهاية كان قصيك تلا زنان تنبو نقلكم ابن عبد البر برحمة بأثرمي أجمع العلماء أن الطلاق السنة أي طلاق السنة كان يعني أو كتبقي روشة كدين داين ياك السنة نقل راب معنا يعني أو مندوبيك بحثك للسنة يعني تبقي روشة شرعي أن طلاق السنة إنما هو في المدخول بها طلاق السنة لبحثي مدخول بها سجنك أصلا فيها وكتك يدانا نشتو لمسينا كل اصطلاحي شرعي يعني آمز شتكانك نحر طلاق السنة بدعي بمترحني وأما غير المدخول بها فليس في طلاقها سنة ولا بدعة وإن أمر الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في الطلاق للعدة هو طلاق المدخول بها من النساء فأما غير المدخول بها فلا عدة عليهن ولا سنة ولا بدعة في طلاقهن لا التمهيد أجل ذي بانزل لا فريحة فتود وتحفتوس جنيك وكابراتك يا عمزين أبو أصلا عديتيني وآيتي قرآن سورة أحزاب فرمي يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن صراحا جميلة آيتي تلونه فاز عديني وتات أثنين شمين أمجين والصغيرة والآيسة والحامل أمان ابن قدامة حنبلي جفرمي أجمع على تحريم طلاقها في الحيز وفي طهر أصابها فيه إمام النووي جفرمي برحمة به قد أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائز بغير رضاها إجمع أمتي لسر حرامبوني طلاق حائز ببير رزايخو أي أقر رزايتي بيتي زاهري مسلي شافعية وحنابلة وصف حرامنا يا أوكاته والله أعلم فلو طلقها أثمة أقر لكاتي حيز طلاقي دا كنابار بي ووقع طلاقه ويؤمر بالرجعة طلاق كيتي أكيري أمر كريك كابلا رجعي بكاتو رجع بكاتو بجنكي مراجعة في بكاتو أي أم
ام راجعتي شيء ام مراجعي شيء فرزة يا مستحبة اختلاف يزل بين زانيانا خذ امام النووي فرمي هذه الرجعة مستحبة لا واجبة هذا مذهبنا وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وفقهاء المحدثين وآخرون وقال مالك وأصحابه هي واجبة مذهب ما مالك فرميك واجبة وتبقي حديثك كيسا بحثيك أفرمي واجبة يشير رجعتي شي ببكاته ما بقي أفرمنتي مستحبة وفرمي وشذ بعض أهل الظاهر فقال لا يقع طلاقه والصواب الصواب الأول وبه قال العلماء كافة إمام نووي فرمي بعض الأهل ظاهر وكو ابن حزم برحمة بيت شذوذ ينكردوه دعا ابن حزم إمام ابن تيمية وإمام ابن القيم فرمي شذوذ ينكردوه طوى بتقسكي نووي قبل ابن تيمية رويداقه شذوذ ينكردوه تيانم طلاقنا كوي صواب وسك كوي وبه قال العلماء كافة كافة علماء ما ينفرموه حتى إمام ابن المنذر كخذ إمام ابن تيمية بحثي كأفرمي عرفترين وشارذاترين إنسان بولا سر أقوالي سلف أفرمي لم يخالف في أن الطلاق في الحيض يقع إلا أهل البدع هيج كسي مخالفة أما ينكد الطلاق لحيض أكبه إلا أهل بدعة ربي كل التمهيد لكتيب منار السبيل حنابلة لا فرقان صدو حفظة وصيحة وامقصة نهاية شيخ عبد الله البسام رحمتي خوالي بالكتيب توضيح الأحكام لا جلدي فنجم لا فريش وارصد واشتو شوار تاش وارصد واشتو شجا فرمي ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى وقوع الطلاق في الحيض لا دقتي بكم إمام ذهبي نظام لسير عالم النبلاء زي أكد الكتب كاني فرمي اشتيك وأئمة أربعة مذاهب أربعة اتفاقي لسربي جنالم إجماعا ولي أو مفهوم كلامك يا واسر ولي اشتيل إجماعي شي كمنية نيجي مخالفة كردنية وكان قصة غلط بي زور زور ثقيل وسنجينة شو هم حسيوك لقرن سيبر أولا تقريبا أمت لسلم شوار مذهبة دام الزاوة إلا تنزانا يقنب بعض آرائك وأمتي لسر هلو خطا اتفاقناك هرشان قوك ساني بون برا وكو ابن حزم برحمة بأمثالي وانا بون وليتر سنجينة أمت همين لسر ودامر زي شوار مذهب سرازري عالم أهلي سنة شوار مذهب دامر زيتو جاء فرمي عبد الله البسام ومنهم الأئمة الأربعة إلى وقوع الطلاق في الحيض جمهور علماء أئمة أربعة لسلاما طلاق لحيض أكبي ودليلهم على ذلك أمره صلى الله عليه وسلم ابن عمر بإرجاع زوجته حين طلقها حائزا دليل أما حديثك كلا ابن عمر نقله أفرمي في غنبر عليه الصلاة والسلام وقت خوري في جي إمام عمر حزتي عبد الله جنكي بو بابي حزينك لجنكي وتي طلاقي به او سعادتي عبد الله رضي الله عنه بخاطر بابي طلاقي ده ظاهري امر الروايات واه تو عمل الروايتان كي خارج لامسياق انا وارد بو كطلاقي ده لحيز طلاقي ده حزتي عمر رضي الله عنه بروا خدمتي پیغمبر عليه الصلاه والسلام حديث كده اي تدينو ترسياري لي كان پیغمبر عليه الصلاه والسلام كازاري لحيز ابو افرمي با رجعت كاتو بوجن رجعتي في بكاتو تو اي بيتيله پاک بیتو لحیزکا انجا حیزکی تری بیتا سرو انجا پاک بیتو لو پاکی بعدی اگر گره کیو طلاقی بایا یری با افنمی که پیغمبر علیه سرسا فرموی با فلیراجعها للفظ حدیثکا افرمی فلیراجعها با مراجعی پیبکاتو دیر راجعاتیش دوائی طلاقه افنمی ام دلیل دلیل ولا تكون الرجعة مقصی البسام ولا تكون الرجعة الا بعد طلاق سابق لها راجعاتیش نیمه دوائی طلاق بیت ولأن في بعض الفاظ الحديث فحسبت من طلاقها لبعض الألفاظ كان جاءت وكأما بعنوان طلاقش حسي وكريا وذهب بعض العلماء ومنهم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى أن الطلاق لا يقع في الحيض فهو لاغ وتيان الطلاق لحيض ناك أصلا لغوك لغو دقت كان نقصك تيان اللغو شن تقصيك اللغو كي بفايدة أن الطلاق لحيض لغوك ناك قال البسام ولكن الأرجح ما ذهب إليه جمهور العلماء اللي راجح كان مساوس جمهور العلماء حتى البسام رحمتي إخوائي لبي ذور متأثر بأرائي إمام ابن تيمية ويش حل بيجي جمهور العلماء حتى صحيح فقه السنة كتبك تقريبا خارج لمذاهب بوخ قساك ويش لآخرها ليجي رأي راجح شوكاني برحمة بيش يجي مامي شوكاني لكتبكان يوكوني للأوتار وغيره الله ناكبي ولي لأخيرا آخرين كتب رأيك داسي كلا سيل الجرارة
لويجي أكوي يعني آخر رأيك هسيجي طلاق طلاق لحيزة أكوي ابن حزم كأفهمين ناكوي ويكي كسانك ترزور لسري تند أروا بحسي كا إن شاء الله فائدة زوري واتي أما سائلان أما سائل شادي يقم سليك جزئية ولي إن شاء الله تعالى لفحوايا بينيا وطالب علمي خوي يعني يمت ما شاكن كبر رجل كي طاقتي زمان قيبا خوي زاني كاكا كي طاقتي يس نبدأ بعد بحسي علمه بحثي علم و برحال ملك الدين لم بحر داخل وهركز نايتان بحره وهركز طاقتين داخل المسائل يجي فمن شي عوامك دوكان دارك هاتشيز يجي الرواس عليك كلام المسائل ولي منو تو فرقكين منو تو شيء قادر بين مثلا موضوعتان جاي امام ابن حزم لويت تندر وبسرية بحثي يكين ان شاء الله ابن رجب الحنبلي برحمة بلا جامع العلوم والحكمة أفرمي قال الإمام أحمد في رواية أبي الحارثي وسئل عمن قال لا يقع الطلاق المحرم ها لبيلم شو طلاق جاء أويك سي طلاق ويكو خستن آية حرامة يعني اختلافي بس رزبين زنان يعني أو ما لبيل شو بتمجن إمام الشافعي قولي مشهول لما سبي حنابلة ما سبي شافعي قولي مشهول لما سبي حنابلة فمن حرامية طلام حنفية كان ومالكي كان وقولك لما سبي حنابلة فمن طلاق سي طلاق ويكو خستن حرامة نتيجة لما سأليها تيتون سري بحثي تياكريك يساويش طلاقي حراما للاي أوزانانا أكيوي أنا أكيوي سؤال برسراوة كير بإجماع شوار ما سبسي طلاقي أكيوي وبحثي أكين دوائي سئل عمن قال لا يقع الطلاق المحرم برسيار كرا لإمام أحمد ككسي أقبل طلاقي حرام ناكيوي چي يعني وكو طلاقي چي بتعي كل حيزابي لأنه يخالف ما أمر الله شو متي أنا أخوة مخالف أمر إخواك أخوة فرمين لوي طلاق وطلاق ما خأو خسويتي فقال هذا قول سوء رديء قول سوء يا رديء أما قولك خرابي بست يعني أواجه هذا إمام أحمد بن حنبل كإمام حنابلة وإمام كأهل سنة ثم ذكر قصة ابن عمر وأنه احتسب بطلاقه في الحيز داستان كي ابن عمر نقل كده وقال أبو عبيد يعني إمام أبو عبيد القاسم بن السلام الوقوع هو الذي عليه العلماء مجمعون في جميع الأمصار أو كطلاق لحيزة أكوي أو سواء علماء لسرين لجميع شاركانا حجازهم وتهامتهم ويمنهم وشامهم وعراقهم ومصرهم وحكى ابن المنذر ذلك عن كل من يحفظ أما تقسي بن رجب آخر حكى ابن المنذر ذلك عن كل من يحفظ قوله من أهل العلم إلا ناسا من أهل البدع لا يعتد بهم إلا خلق الأهل بدعتك أصلا اعتناء بناكري أما لجامع علوم الحكام لا فريحة في توسيع تبع إدارة الفكر نقلي كده أما قول كان ما نقل كده أوانيك وإجن ناكوي دليل يعني شيء وبرش أساس استلال كانوا كين يكي لو خلقيك وأم قولي مناصرة داو أرحال لسري سوربو هم أمقسى هم طلاقي سلاسة إمام ابن تيمية برحمة علامة ابن تيمية رضا ورحمة إخوائي لبي عالمي كي برجستس إمامي كي قورس وكو عالمي كي تقريبا قرني أخير بناو النبحاني رحمة إخوائي لبي أجي علامة ابن تيمية بحري كي زخارة بحري كي عظيمة لعلمة أم بحري غالبا مرواريد ودر مرواريد أداة الساحل جارجاري شتي غلطة خاتتر فزيجي أقاري من للايكوهات مدحي ابن تيمية مكم برحمة إخوائي شاد بيت لبرو علم عظيم ياسي ولا لبر أو خدمة جوريسي في كبيوتي بو إسلام عالم بو زانا بو حفتا وشش صار أمريكا دوا للريدين يخوض خدمتي كده ببي أو دركو درايته علمه فهمك أخوي بيتي وإخلاص يجيبه ونحسبه كذلك شن لسر ديت جاكاني حاضر بو برا تزندان مشكلات بو فزيري ولي أنا دقت كان شرطنيه حتما كر لسر ديت جاكاني شو تزين حتما إيش حق بن أما دقتي لسر كان ما فرق مهمة يعني أنا زور جاران نسأل الله العافية وحسنة بمعنى يوني هركسي أقل لسر موضوعي صباتي بو لسري زنداني تششتو مشكلاتي تششت والله حتما مطلبكي قوية قبولة يكي لو مسائلاني كإمام ابن تيمية لدوري خويا علماء لبرامبر يا ويسيانو مجادلاتي أن نقلها كردو حل لسر أوي شا تعزير يا وتيان بحاكم تعزيري بو بيك زندان حل مسألة طلاقة يعني طلاقي بدعي شبا طلاق لكاتي حيزة لطلاقي ثلاثة ولي ظاهري أمر وصحة تقصى كل شيء شاذ ما روينا بسريع حيج بونا كبرى ثم شاك إما اللي راه حيج تعصبك ماني بحث دليل برا وعايز بحث يكين إن شاء الله تعالى ودركي ومشاه وصل أو أجيني أولا يك
شتيك وا أئمي أربعة إجماع يعني لسر دا مزرابي مذاهبي أربعة زور 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 سقيلته مخالفة كلني حل برما ابن رجبي حنبلي رحمة إخوائي لي ذيك خوي نوعي سلفلي أساتيدي أروى تسري ابن تيمية بنوع متصلة بابن تيمية يعني نوعي أستاذ وشاقرد من نقل ابن قيمي جوزية يعني ولا لايك أستفادان ذي ابن قيمي شاقردي أرشدي إمام ابن تيمية دي ابن رجب حملي آوها يجي وكتي وكي دو وكتي يشي الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة زور تندر والذي لسر كسي كدعي اجتهادك كشاهد شبه سامن زوري شي مثلا يكي وكو إمام ابن تيمية جميع رحمة بي يا إمام ذهبي كشاقرد ابن القيمة لشوينانه كا تندر والله مثلا بإشارة وار لسر ابن تيمية حتى رسالة منصوبة بابن ذهبي ولي تمن صحتكي نازانم كقوائي نامي كي ناردو بو إمام ابن تيمية ولوي زور زور ملامتي كدو الله أعلم بهرحال أوانيك متعصب جاء أهلي علم تعصبيني حقيقة هميشا أفرادي كم علم أفرادي ناقا أفرادي كم آقا كاسي داخترز آشب وإصطلاحا عوامي هالفرقيك هنا علماء وفقهاء هر قروه وفرقيك أهلي علم أزانن شي بجي أزانن ابن تيمية برحمة بي يكي كوكو نووي يكي كوكو نسيوتي يكي كوكو نازع أزانانيتر وانا معصوم وانا اقوالهم يحق وانيه بس امام ابن تيمية الاختيارات كان خويا عليه ان طلاق الحائز لا يقع ناكي بطلاق حائز لكتيبي مجموع الفتاوى جلدي سي وسي لا بريش اسوشش اجي اقل له حائز طلاقي دا يا الا تهرك كتك يا جماعي كردوا طلاقي دا ام طلاق حرام يا جماعي مسلمان واقا ايا اكوي انا كوي دو قولي لسر على بين زانيان أظهر أو سناكري وأماتر جاء ابن القيم جوزي برحمة بيت لكتيب زاد المعادة زور تندر وابسريه خلق أولا زور لسر خلقاني كأهلي مذاهب تندر واني كأهلي تقليد أو بحسينك أما قولي إمام ابن تيمية لشوني كتراء فرمي فإن طلقها وهي حائز أو وطئها وطلقها بعد الوطئ قبل أن يتبين حملها فهذا طلاق محرم بالكتاب والسنة والإجماع وتنازع العلماء أجد طلاقي طلاق لحيزها ثابت بك واقع به اتأوى كي تري شيء أرميت أخواره كما كي تري أوي كي يجي طلاقي سلاسة يجنا كبير يك طلاقة كبير لما رو يعني أما مجموعيك متكاملة ويكو تر أم أقوالان ينقرتوه نا يجينا على يزل اتباعي هوايش ينقرتوه العياذ بالله وأنا عالم زانان أهل دين وفضله بهرحال إخلاص ونحسبهم كذلك وليت مجموعة فكريك ويكو ينيك أما رخا أخوار أو يتريش كرخاوه نهايتنا فرمي هل يلزم أو لا على قولين والأظهر أنه لا يلزم لازم نابع طلاق وناكويت لازم المجموع الفتاوى وغير بحثي كده ابن قيم رحمة إخوائي لبي تنها دو نفر نقل كايجي للسلف أمقسيانا كده يك لخودي ابن عمر نقل كاكا وبحثي كين دو لتاووس نقل كاكا لخلاص بني عمر أمسي نفر يعني ابن قيم ك تواوي تلاشي خوي كدو رحمة إخوائي لبي بيتو أقوال بيرتو بو إثبات كاكا أما سألة خلافية هيتشي دز نكوتو إلا أوسي قوله كأوسي قوليش خطاس توزيح أدن بوتا أوسي قوليش خطايا قولي دوم كيجن طلاقي حائز أكويتو مذهبي أيمي أربعو أصحاب كان يعني حميلة سلمة أوسك ابن منزل فرميشي فرمي أنقسك يجن ناكوي قولي في أهلي بدعزة أتيم لما مذهبي أهل السنة بحثي لكن لما مذهبي جعفرية طلاق حائز ناكوي مذهبي جعفرية طلاق حائز ناكويته وابن حزم زاهري وابن تيمية وابن القيم بعض الزيد يتع إن مذهبي أهل السنة إن طلاق حائز أكيد خب أدل كان شيء دليل أو كسانية إن طلاق حائز أكيد شيء دليل أو كسانية إن ناكوي شيء دليل كانيان أوانيك وإجن طلاقي حائز أكوي يك استدلال بحديثي ابن عمر تر أصل لنبابه چي أم حديثة سه أصل يعني چي دليلي أنبابه كأم موضوع أصلا لسر أو بناكرا وأم حديثة سه حديثة كصحاح الستة وغيره نقل عن كردوه حديثة كالصحيحة بطرق متعدد لابن عمر رواية كراوة كجريان شونا من رواية بخاري تامو نقلكم رقمي 5205 فرمي حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع استلعان بيجن سندي ذهبي مالك لنافع
عن عبد الله بن عمر مالك لنافع لعبد الله رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنكي طلاق دا لحالك لحيزاب لدوري بيغمبر عليه الصلاة والسلام فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها حزتي عمر لي بسياري كدل بيغمبر عليه الصلاة والسلام يا رسول الله عبد الله كرم جنكي لكاتي حيزا طلاق داوة وضعي شونه پیغمبر فرموی علیه السلام مره فلیراجعها امری پیبکا رجعتی پیبکاتو ثم لیمسکها حتى تطهر ثم تحیض ثم تطهر ثم انشاء امسک بعد وانشاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء فرموی پیغمبری خواه علیه السلام بیجا پی مراجعی پیبکاتو رجعتی پیبکاتو دوائی جنکی گیر با تالو حیز پاکو بیت انجا دوباره حیزی بیتم لا انجا پاکو بیت الو پاکی دوما انشاء امسک بعدو و انشاء طلق قبل ان یمسه ارجا حزی کرد گیری با جنکی جنی خوی بیتو طلاقی نداتو دوباره اگه نا قبل زوان زیکی تکاکا لو تهری بعدیه طلاقی با فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء أو سأو عدك أخوائي قرأ فرمي يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة يعني لأولي طهرة طهرة كتكتانا تكيانا جماعتان نزيكيتانا كبير طلاقيا بان أم حديث دليلة أفرمون شي أفرمون لراك بغمر فرميتي عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها أأما تبقي قصكي زانان والرجعة لا تكون إلا بعد طلاق سابق لها رجعت يجني ما قدوا أي طلاق بس ديارة أم طلاق كوتوا ويبغمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام رجعتي ببكاته وشي استدلالي فزم أبو بنابين دلالتك على سرق وكي طلاق كوتوا أو زانانة چي أكن بمحديثة كيجن طلاق كناكوي ألين لفزي رجعت لازم ناكا هميشة بمعنى أو رجعة استلاحية بكل بابي طلاق بحسكري جن لفظي رجعت أتواني معناه لغوي كي بيت لازم ناكا مكاتي أو معناه بوكو ابن القيم جوزي إثر إكلا بقوة تنين كسانك أو مطلب بحثك لكتبي زاد المعادة جن لازم ناكا بل المراجعة تطلق على معاني متعددة منها الإمساك ومنها الرد الحسي إلى الحالة التي كان عليها أولا مثلا حالتك يقول راب روات وسري حالتي أولي خوي مثلا کسی جنکی در کردو لمالا ایجا دا بیگرنو بو مالی خوتا و ایجا نظیری امانه بولت اینا بلان آیا اما دروسه یعنی اولا با اجماعی زانیان لسر وکو امامی شوکانی رحمتی قائلی و لسوری تفسیر سوری روما و هالی رایج امامی ابن حجر اسقلانی لشرحی او حدیثانه دا لفتح الباری جلدی نولا پرچ ورسل سی وجد فرمی تعقب بأن الحمل على الحقيقة الشرعية مقدم على اللغوية اتفاقا أمر الدراوتهم قسك باتفاق زانايان توأبك اللفزي الشرعي لسر معنى الشرعي خوي حملكي ما قرشتي بلاي بابوتي بمعنى لغوي اتفاق زانايان لسر ما بحثيكي شرعية ودليل ما نسكام ليرات واقعا بحثي رجعته دليلك شيء تشندين روايتك عن إثباتك كما طلاقك وتوه وتازه لخدي روايتك أنا دلائلي لسر واردك أم رجعت لرا رجعتك أو رجعت سك لبابي طلاق وارد هو مثلا هل حديثك كاكي مسند إمام أحمد أتوه عن ابن عباس أن الركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها قال طلقتها ثلاثا في مجلس واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت فراجعها أم حديث بحثي طلاقي ثلاثتين وبمليا بحثي كين إن شاء الله وليلي رأوتك فأرجعها إن شئت فراجعها رجعتي بك أقرأت فراجعها لرام بحثي رجعتها ولا خدي أم حديثا هل أم حديثي ابن عمر روايتي صحيح معنى سكلا دار قطني ومعجم الأوسطي طبراني وسنن الكبرى بهقي من تاريخ إسماعيل بن إبراهيم الترجماني
قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجماحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رجلا أتى عمر فقال إني طلقت امرأتي وهي حائض، في رواية إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض. لم ترقات وسند كي سبوتا بحسكم نفرها تخزمت إمام عمروتي من جنة كم طلاق دا لكاتك حائز بو، يعني روايتك أوتي البتة لفزك أتواني معناه سيطلاق با معناه يكتلاق يجبا بحسيكين. فقال البتة فقال عصيت ربك وفارقت امرأتك. حضرت عمر فرمي هيشك بأمري خواهي قروك للكاتي حيزة طلاق دا جنكيتو اللي جيابو وسول لجنكيتو جيابو يتسو. فقال الرجل بياوكوتي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر حين فارق امرأته أن يراجعها. پیغمبر خو امر کرد با ابن عمر کاته که لجنکی جابو و فارقه ان یراجعها رجعتی پی بکاتو. فقال له عمر، حضرت عمر فرموی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم امره ان یراجع بطلاق بقی له. فرموی پیغمبر علیه السلام فرموی مراجعه پی بکاتو رجعتی پی بکاتو بطلاق که ما بوی سه طلاقی ندابو عمر عبدالله ابن عمر و انه لم يبقی لك ما ترجع به امرأتك. توش هیچی کنه ما سه طلاق داگر تو مراجعي شي ورجعتي شي. أم روايته إسماعيل بن إبراهيم الترجماني لجرح تعديل يجن لا بأس به. سعيد بن عبد الرحمن الجماحي يجن صدوق له أوهام. حديثك إمامي بدر الدين عيني رحمة إخوالي بالله نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار جلد يانزل أبري بسبيوك أفرمي إسناده صحيح يا سنده صحيح. إمامي هيثمي لكتيبي مجمع الزوائد أفرمي رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا إسماعيل ابن إبراهيم الترجماني وهو ثقة. وهروها إمام ابن حجر أسقلاني رحمتي خوالي بي أو روايته تيريتو كيسا نقلم كرت روايته كي طبراني أفرمي في هذا السياق رد على من حمل الرجعة في قصة ابن عمر على المعنى اللغوي. ألم سياقك حديثك وارد بو رد لسرويك الآن إثباتي أكين كأدلة كثير كأو طلاقة كوتك وقت كوتك كثير رجعتي يعني شيء رجعتي شيء تو شرعية بس يعني تماشاك يعني يكبيك أدلة كان هاتون يكبيك شيء عنك النقد يعني كان بس أما بشيء كيجي رجعتي لغوية خير أصلا وسلوي بإجماع زنايان أو رجعتي لسر رجعتي شيء حملة كري رجعتي شرعي إصلاحي كبحثي رجعتي لطلاق تازخ ابن عمر أوش نقدر نكرد ولا مالي خوي تابجي والله بروبي قرينو بيترو بمال طلاقي دابو. دومين دليل أدليك كثابت بو لابن عمر لشندين طرقة كآية أم طلاقة كوتك أنا كوت سؤالي أنا برسي فرميتي بل أم طلاقة كوتك شون نكوتك يعني خدي ابن عمر رضاي خوالي لبي بلفزي خوي وللرواياتي كروايتاني بلفزي پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي طلاقة كوتك كاكا طلاقي كوتك. مثلا لحديثي كا مسلم بخاري غير نقلي أكن حاتوا فرمي خدي ابن عمر فرمي فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها مراجعا بيكردو رجعت بيكردو حسبت أو طلاقش حسيو كرا. أما حديثي كي إمام بخاري وغير نقل كان لرأيتي كترا فرمي ما يمنعني أن أعتد بها كرا كاكا كي ما نعبي من أوابة طلاق بزانم. وأصلا إمام بخاري نقل كان لبابي كباس كذو بقطع إيجا إمام بخاري باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق. بابي أويك أجد طلاق جني حائز طلاق دراء أو طلاق بطلاق وحسيوي. أثني حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت ابن عمر قال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليراجعها قلت تحتسب قال فمه. أثني ابن عمر جنك طلاق ده حضرت عمر جرياني قراندو بو پیغمبر عليه الصلاه والسلام حضرت هيش فرموي مراجعي في بكاتو اجي راوي برسيانم كلا ابن عمر تحتسب طلاق حسيو شي فمه ايشي اخو ايشي طلاق حسيو بو. لان قتاده وعن يونس بن جبير عن ابن عمر قال مره فليراجعها قلت تحتسب قال ارايته ان عجز واستحمق وتما وحسيتي ايكاك اقر عاجز بو واستحمق حماقتي بخرج ده يعني كابرا خوي ريا وكاري كردو لج إنا وكاري أنجام داق لكاتي حيزا يعني أقدو أي نيتو أني رجعي بك خوج نهروا نامينتو طلاق درياقة والسلام ريا بيكاري دوشاري حماقتي بوتو يعني أقر جاو حس فيه هز أو جملة يسبوتها النقل يكم بك معناه كأروي نسري
يعني أرأيت إن عجز واستحمق استفهامي إنكارية يعني تفاش يعني كابرا حماقتي بخرج دا وكاريكي غلطيك طلاقنا كوي كوتك كاكري بكاري ولا روايتي بعدي كمان بخاري أيتي رقمي 5253 حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال حسبت علي بتطبيقتي بوم حسيب كرابة طلاقك دي كي حسيب كرابة بوي دي أصلا وصل پیغمبر عليه الصلاة والسلام حسيب كرابة خوي بو خوي كدوائي بارها ايجي طلاق حسيب بو اما دليل اكي ترى چندين طرق يسب حسيب كين يكبر مفصل مناقشة اما كراوة مخالفين كإمام ابن القيم وأوان بن وتو يعني ام روايتان صريح نين كپیغمبر عليه الصلاة والسلام اما ايجي كردبه أم يرد دابيته يعني أم طلاقي وتبتي أكوي احتمال يز اجتهادي خدي ابن عمر بي جات عجيبة صاحب قصة جريان جرياني أوى خوي برها أقرارك أجي طلاقك كوتك كنجن دي احتمال يز خوي نظري خوي بوبي إني پیغمبر نبي عليه الصلاة والسلام دو آيتين استنادة كان بمسائلة كمسان ضل جاري وابو والراوي روايتي نقل كرر البيغمبر عليه الصلاة والسلام ولي خوين رأيك تريبوه يثبت دليله وكاربن فيني دي رب مسألة ما ترحب يا أخو كامي أنا أقرين ولا ما يجنشي قصي حديثك أقرين ولي بحثي اللي رأي ابن حجر رحمتي أخوة لي بي زور جوان ردي أم قصة أداته إجي لجلدين الله فرج وارسد سيوهجد عندي أنه لا ينبغي أن يجيء فيه الخلاف الذي في قول الصحابي أمرنا بكذا فإن ذلك محله حيث يكون اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ليس بصريحا كذي لا تواني تولي رأم خلاف الدخيل كي بوشي شنك أو كاتيك وايجي أمرنا بكذا وليس خوشتك تركا أو كاتيك حمل كري لسر أويك اطلاعي بيغمبر عليه الصلاة والسلام لسر أمجريانا صريح نبو به إما صراحة أقادار نبين آية رسول أكرم عليه الصلاة والسلام لسر أمجريانا أقاديانا وليس كذلك في قصة ابن عمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الآمر بالمراجعة وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك خذي بيغمبر عليه الصلاة والسلام أمري في كدو خذي فرمي مراجعي في بكرو إلى آخر وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه حسبت عليه بتطليقة كان احتمال أن يكون الذي حسبها عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا جدا مع احتفاف القرائن في هذه القصة بذلك ما دام ابن عمر يجي حسبت علي بتطليقة حسي وكراب ومطلاقه اتلي لا امكان يويك غيري بيغمبر حسي وكردبي عليه الصلاة والسلام زور بعيد بعيد جدا مع احتفاف القرائن في هذه القصة بذلك لقال له قرائن بشتي اما اينك وكيف يتخيل ان ابن عمر يفعل في القصة شيئا برأيه وهو ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ من صنيعه كيف لم يشاوره فيما يفعل في القصة المذكورة شو أنا تصورك لابن عمر أو ابن عمريك أو تريشون كوتي بيغمبر بو عليه الصلاة والسلام بيبابي جيبي وجيبي شو أنا تصورك للي رأى أخوي قصكين نقل كاد وأي خوي بخوي اجتهاد كاتب طلاق كاتب إني خوي بو بيت يعني إمام عمر رضي خوالي بي وابن عمر لا سر أماك أما حرام يا حرامية مشورة يعني كده تكيب يغمبر عليه الصلاة والسلام ولا لا سر أصلي موضوع كأم تلاقى كذي أنا كذي قصينا برسي ولي دي أصلي موضوع بس كوتنا كذي وهذا الروايات الصريح ما ندي سنقل كم بتحات خدي في غمبر إخوة أفرم عليه الصلاة والسلام وهي واحدة أو يكتلاق كوت كريه في كاري وها حزت عمر ما قال نقلي نقلي سليا بتن نقل كم بس يا جن أول أنا ما صريح دواء استناد بالروايات كي جا كم استناد بالروايات كلا سنن أبي داود هاتوا إمام ابن القيم جوزي بتايبت أيتيريتو أفرمي ويكفي في ذلك كله ما رواه أبو داود بالسند الصحيح الثابت بسند صحيح ثابت نقل كل ده أبو داود كي حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر قال أبو الزبير وأنا أسمع أبو الزبير نقلك إجي عبد الرحمن يكري أيمن مولاي عروة سؤالي أكرلا ابن عمر من إج أبيستم من إج ليبهم كيف ترى في رجل طلق امرأته حائزا ابن عمر نظري توتي جني بيا وجنكي طلاق ولكاتك لحيزاي فقال طلق ابن عمر
امرأته حائضا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال عبد الله فردها علي ولم يرها شيئا. أفرمي عبد الله كري عمر، فرمي عبد الله كري عمر جنكي خوي طلاق ده لكاتي حيزة لدوري پیغمبر عليه الصلاة والسلام. عمر تشريفي برغزة إخوائي اللي بيسو علي برسي لإمام أمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرمي أي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام عبد الله جنكي لكاتي حيزة طلاق ده، فرمي پیغمبر عليه عبد الله أفرمي فردها علي ولم يرها شيئا. پیغمبر عليه الصلاة والسلام جنكي رد داو بولاي من رجعتي داو بولاي من ولم يرها شيئا بحج نيبيني أوه هكذا بوشي أقرته لم يرها شيئا بالتطليقة. نتيجة إمام ابن القيم أفرمي وهذا إسناد في غاية الصحة، فإن أبا الزبير غير مدفوع عن الحفظ والثقة وإنما يخشى من تدليسه ولراجته سمعته وإلى آخر. راوي أبو زبير ردناكريتو سقو لحازي حفظ موثوق بنا سقس، فقد تدليسك لراج تصريحي كردو بتحديث كتي أخبرني يا حدثني تيلي رأى أمر روايته ردها علي ولم يرها شيئا هيتشي بهيشي نزاني. أمر روايته استدلال فيها كان يجن أميك دوائي يجن أمر روايته قصيلة سري سبح سيئة كم بوتان ظاهري روايتك وقيني زأتواني معناه تريشي بي يعني شي بكاريكي صحيحي نزاني وتي رجعتي في بكرو بطلاقك شرعي نزاني نقبه طلاقك نكوي سبح سيئة كم كخدي روايتك أصلا منكره فجالب شيئا أمهم الرواية الصحيحة أمهم الراوية الصحيحة يقراوي مخالفين زيكي سينزد شواردنا في الراوي ثقاتي كدوة أو لفزي نقل كذلك لفزكيج محتملة استدلال بواكنو أو كانت الرددنو ووتيش يعني بازن لردي أوقسي جريانة ابن عمر وتيانة أن ابن عمر لم يقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي احتسبها تطليقة يخو ابن عمر نيوتو خدي بيغمر ويفرموه وإنما هو إخبار عن نفسه ولا حجة في فعله خبر لخويا دا يجن من حسي يمكن حجتي جنية فعلي أو حجتنية. ويؤيد هذا أن الألفاظ قد اضطربت عن ابن عمر في ذلك اضطرابا شديدا مما يدل أنه ليس عنده نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمقصي ابن قيمة أفرمي ألفاظ كان كنقلا لابن عمر مستربا هرد حفشتي كيوتو ديارة بس لبيغمبر عليه الصلاة والسلام سيكي بيني لو بابته بس ديارة قصي خوي يعني سبحان الله بالله عليكم أي واقع به تو فقد بفرسي والله لحيزة طلاقي دا بجنة أو كار حرامة ندويني برسي أم طلاقة كوتك أنا كوتك لإمامي أمت أو أنا برسي نخير أما وانية أم طلاقة خدي بيغمبر فرميتي عليه الصلاة والسلام. أما روايتك أبا زبير كيس رحمتي خالي أبو زبير المكي محمد بن مسلم الأسدي مولاهم أبو الزبير المكي مولا حكيم بن حزام أم الراوية رحمتي خوالي لي بي رزاي خوالي لي بي لحازي توثيق جرح تعديلة كسيك إمام ابن حجر أسقلاني لكتيب تقريب التهذيب أفريس صدوق إلا أنه يدلل يعني حتى لدرجة ثقاتي شانية صدوق وبعض العلماء يقصيان لسر كدوة ها مثلا إمام الشافعي قال يونس بن عبد العالى سمعت الشافعي يقول أبو الزبير يحتاج إلى دعامة أبو الزبير نيازي بكولاكيك تتقوية تبكى نهاية الأقوال لسريج قال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به حديث كي أنسري والآن خيبتانيا تفردي بالروايتي كرت أوانية. قال ابن أبي حاتم سألت أبا زرعة عن أبي الزبير فقال روى عنه الناس قلت يحتج بحديثه قال إنما يحتج بحديث الثقات حتى أبو زرعة يتيتي بحديث الثقات احتجاجك لي يعني نوع أبو زبير للا تشيبوا بقوة نبوة. قال أحمد بن حنبل كان أيوب السختياني يقول حدثنا أبو الزبير وأبو الزبير أبو الزبير قلت لأبي كأنه يضعفه قال نعم وتن بابا يعني ضعيف يا كان وتبالي نهاية بعضك إيش توثيق يعني كذا مثلا إمام يحيى بن معين فرمي ثقة تحفيت الفرميتي صالح النسائي فرمي ثقة عجلية فرمي تابعي ثقة. قال أحمد قد احتمله الناس وليس به بأس تيتي فرمشكلة كنية أو سنهاية إمام ابن حجر جمعي كذا توتيتي
صدوق صدوق كبلا تدليسك خب أم روايتي كنقل كردوه أو أبو كيسة بوتانم خوندو لم إني إمام أبو داود هاتو سنن أبو داود هاتو لا كتبي صحيح مسلماته ولا شن كتبي كترا البخاري أنا هاتو سندك هي صحيحة كتب حديثك سندك هي صحيحة وإمام ابن قيميش فرمي سندي صحيح وثابت بلان متن أم روايته تقريبا يكو دو سي شوار بانج يك دو سي شوار بانج شش حفت هشت نو دا يازدا دوانزا سيانزا سيزدا شواردا نفريتر غيري أبو زبير أم روايته نقل كردوا حيج كامي كان أم لفزيت يعني بالعكس همو يامتينتي حسبت علي بتطليقتي وطلاق سيوكرا تنها أبو الزبير مخالفي راوي كان يشكين همو رواتي ثقات مثلا نافع كان نافع اتر لابن عمر نافع أو لا تروكو إمام شافعي فرمي نافع أثبت من أبي الزبير والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا تخالف وقد وافق نافعا غيره من أهل السبت موافقي نافعي كذا غيري أولى أهلي تي السبت أما لكتبي اختلاف الحديث كافر من برحمته من نافع سالم بن عبد الله بن عمر يونس بن جبير سعيد بن جبير أنس بن سيرين عبد الله بن دينار طاووس محارب بن الدثار أبو وائل ميمون بن مهراني أعمش شعبي محمد بن سيرين بشر بن حرب زيد بن أسلم عكرمة وغيري أمانة هموي أمانة هموي أمانة فرمون أو حديثين رواية كبيرة حيش كامي أمتكيت يعني خب تلوي إمام ابن قيم وانا فمجي هذا إسناد في غاية الصحة دواي إجن إجن أبو زبير تفردين أبو بن رواية الرواية كثاني تريج متابعين كذا بحسيك بم دليل أهل حديث وعلماء حديث أكثرية أنا حديثين إنكار كدو لسرك أبو زبير لذا أنكر أئمة أهل الحديث ونقاده هذه الزيادة على أبو الزبير تازه لخدي أبو الزبير رواية كدو سجر نقلة لأبو زبير كان كاز نقل ينكردوها ابن جريج نقليك ابن جريج لكي لأبو الزبير ابن جريج لكي لا أبو الزبير لا ابن جريج كي نقلي كردوه لا ابن جريج عبد الرزاق صنعاني وروح بن عبادة بمتنك ونقلي عن كردوه بو زيادة يعني لم يرها شيئا عبد الرزاق صنعاني وكي وروح بن عبادة نقلي عن كذا لا ابن جريج ابن جريج لا أبو الزبير كأوتي كيواتيا فردها علي ولم يرها شيئا بلام حجاج بن محمد أبو عاصم عبد المجيد بن عبد العزيز مسلم بن خالد سعيد بن السالم أم بنجنفر لابن جريج نقل عن كذا لأبو الزبير لابن عمر ببي أو زيادة كلم يراها شيئا حتى لرايج لخدي أبو الزبير بنج كسيتر جوري نقل عن كذا كأوستيكيت يعني دوكس جوري نقل عن كذا كأوتيكيات ألا وبرأوك أوهم الراوية ترى صحة أويتيانية نهاية قال أبو داود إمام أبو داود لسنن كيا عقب الحديث دواء مكام حديثة فرمي روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور عن أبي وائل معناهم كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير هم حديث كان برخلاف أول كواكي وتيتي أبو الزبير قال الخطابي قال أهل الحديث لم يروي أبو الزبير حديثا أنكر من هذا إمام الخطابي أسلمي أبو الزبير حديث لما منكرت نقلنا كذا قال ابن عبد البر ولم قوله لم يرها شيئا منكر عن ابن عمر لما ذكرنا عنه أنه اعتد بها شون خذي ابن عمر روايتك أخوي أمي قلتوها ولم يقله أحد غير أبي الزبير وقد رواه عنه جماعة جلة فلم يقل ذلك واحد منهم وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف بخلاف من هو أثبت منه أبو الزبير حجتني أمقصي ابن عبد البر أقر وكو خوي مخالفه كعيسى أقر أثبت لو بيشتل أو مخالفه كنتي ولو صحى أقر حتى لفظك الصحيح وايه لكان معناه عندي والله أعلم ابن عبد البر فلمي لم يرها على استقامته يعني اشتكي صحيح نبيني في غمر عليه الصلاة حتى أقر لفظك الصحيح به بس حتى محتملك هيج أو وضعي شيء إنا كيشي ولم يرها شيئا مستقيما لأنه لم يكن طلاقه لها على سنة الله ورسوله هذا أولى المعاني بهذا اللفظة إن صحت وكل من روى هذا الخبر من الحفاظ لم يذكر ذلك وليس من خالف الجماعة الحفاظ بشيء فيما جاء به حمي حافظ كان غير يمين نقل كذلك نتزق سك إمام الشافعي
نهاية ابن رجب حنبلية فرمي هذا مما تفرد به أبو الزبير عن أصحاب ابن عمر لا جامع العلم والحكمة فمن شرح حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أفرمي أما تفرد ابن الزبير كلهم مثل ابن سالم وغيره مثل ابنه سالم وغيره إيش هموا يعني بالعكس من قيام كذا وقد أنكر العلماء هذه اللفظة على أبي الزبير من المحدثين والفقهاء وقالوا إنه تفرد بما خالف الثقات فلا يقبل تفرده تفردي كذا مخالف ثقاتي كذا قبول ناكري فإن في رواية الجماعة عن ابن عمر ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حسب عليه الطلقة من وجوه كثيرة أو تلاقي حسب كل بيغمر عليه الصلاة والسلام وكان ابن عمر يقول لمن سأله وحتى أصلا روايتي صحيح مسلمة أمقصي ابن رجب حديثك صحيح مسلمة إشنا بوترمو لمن سأله عن الطلاق في الحيض أي فرمو ابن عمر إن كنت طلقت واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك يعني بارتجاع المرأة وإن كنت طلقت ثلاثا فقد عصيت ربك وبانت منك امرأتك أجر يكتلاق الدادة لحيز يدوان أو في غمره عليه الصلاة والسلام فرمي مراجعي في بكرو مراجعي في بكرو رجعتي في بكرو أجر سيان الدادة ويكتوى ريا بكاري والسلام أم رواية الصحيح المسلم أفرمي معي مسلم قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن الرمح واللفظ ليحيى قال قتيبة حدثنا ليث وقال الآخرون أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله أنه طلق امرأة له وهي حائز تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيز عنده حيزة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيزتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء وزاد ابن الرمح في روايته وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك قال مسلم جود الليث في قوله تطلقة واحدة أمر روايتي ما مسلم بو وروى البهقي في السنن والدارقطني وأحمد وغيره مثل رواية ابن الرمح عن الليث حتى لليث بن سعد لابن الرمح حموها توك بس الذي صحيح ابن عمر وعي أوت أن يجي كسي أحد بيتاي مسألة كتونة يفرمو كاك طلاقك يا دوانا وكوتك أغسيانا ووري بيكاري نهاية دلالة فقه روايتنا تيبو أهلي ظاهر كابن حزم ظاهري بالكتب كابا ما استنادك عجي أسنادي صحيح وابن قيم رحمة إخواني وابن تيمية برحمة بن استناد من حديثيان كذلك لم يراها شيئا وتيانا فز أو طلاقا ناكوي لحالك أما وتما قصي ابن حزم وانبو لحالك أمر روايته ووزعبو مردودة منكرة ومخالف الرواية الثقات تازة أقريج صحيح جواية محتمل قول أفزكي نهاية فز ناتواني بو روايته جاء ابن قيم برحمة بن عجي أم رواية الصريحة شون أم رواية محتملة أن الربروي أو يسنوك أو كفرمي حسبت علي بتطليقة وإلى آخر أو أنا محتمل أن احتمال يسخدي ابن عمر كذبتي واللي لراه فرمي في غنبر لم يراها شيئا عليه الصلاة والسلام وحالك الرواية كوبين إيمان والإيشون نهاية ابن عبد الأبر أثنو ولا يخالف الجماعة في ذلك إلا أهل البدع والجهل الذين يرون الطلاق لغير السنة غير واقع ولا لازم وقد روي ذلك عن بعض التابعين وهذا شذوذ لم يعرج عليه أحد من أهل العلم. زين حج كذا أهل العلم أقصينا كذا شذوذك. بعض الأهل بدعوا نسبة زيادة لا بعض اللي تابعين في سبحسي أكين. ابن قيم الجوزي رحمة خاله من الكتاب كيا أمر روايته ريتو زور زور أشي بسريا ونهاية وتيتي أقوى أدلة أم دليلة وتيتي تبقي أما ناكبي أو طلاق ناكبي. دلیل که این تریشی دعای ذکر کنیم یعنی ام بچی استدلال کنم و ام بچی فعلا نم جلسه ام دعا بیرم استراحت کنم نهایت بینیم ان حدیث که چی بو حدیث که او وضعی بو رد و فرمایش که ابن عمرش که اثر محسبت علی تطلیقه یا به تطلیقه واضح که نفسی که صریح حسبت علی یعنی شارع که پیغمبر علیه السلام حسیبی کل سرم پس بنابر ام روایته مردود و دلیل کتیانی و مخالف رواتی تره راویانی تره انشاءالله لإدامه پس اما دوائی دوباره ایجن ابن قیم و اوان رحمتی خوان لیبی روایتی کتره است که متابعی ابو زبیره که روانه ایترمو انشاءالله لجلسه بعدی ایجن پس ابو زبیر تنیانیه اگه تنیاوای اما نوست خطای کرده تنیانیه پس رواتی تره هن
بس حديثك قوية بوتان بحثي فيه إن شاء الله فعلا لم جلس أما كافي به سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.